لو صحيت من النوم لقيت الناس اللي انت عايش معاهم دول مش اهلك هتعمل ايه؟ انا لو صحيت انا هيبقى شيء عجيب وغريب. هتصرف هواجههم هواجههم، هم مش اهلي ولا انا ابنهم، يبقى كده خلصان. والله الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل. يعني مثلا ممكن اتكلم معاهم في الاول ايه اللي جابكم، ممكن انا جيت غلط هم جم غلط. اكيد في حاجه جيت في حاجه غلط في الموضوع. والله العظيم يا جدع، الجدع ده بيسمع حاجات غريبه وعمال. يعني صراحه يعني هقبل بالواقع، هقبل بالواقع يعني عادي، يعني خلاص بقى هم اللي ربوني وهقبل بيك. لن اقبل لن اقبل لن اقبل. الصراحه مش عارف بصراحه، انا مش عايز اقول، انا بصراحه مش عارف. لا مش عارف، لا 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 مش عارف، مش عارف.